تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من نقاش كره واللي بتجيكم مني انا محمد عواد كل يوم خميس وبنحاول دائما نحكي قضيه منتشره بين الناس ونحاول نناقش فيها. وصلني هذا المقطع الصوتي حتركم معه وبعد شوي بندخل بتفاصيل حلقتنا. مرحبا صديقي محمد، طبعا اشكر ردك، اتفهم دائما انشغالاتك. طبعا الطريقه طريقه مافيات، ابتزاز حقيقي يعني مافيات، فاتمنى انه تقول قول الحق في هذا الموضوع. شكرا لك. فلورنتينو بيريز عم بتعرض لما يشبه الهجمه حسب وصف صديقنا عمر اللي تكلم بالمقطع الصوتي، هجمه عليه، هجمه للنيل منه. بعض الروايات وبعض الاجتهادات بتقول هذا هجوم من الاتحاد الاوروبي لكره القدم عشان صراعه معهم بالدوري السوبر الاوروبي، هذا وجهه نظر. في وجهه نظر ثانيه بتقول لا، هذا هجوم ربما من الطرف الكتالوني عليه، ايضا هذه وجهه نظر. وفي وجهه نظر ثالثه بتقول لا هذه ولا هذه، ببساطه هاي الصحيفه عندها تسجيلات صوتيه صح قديمه، ما في شيء كره قدم الان، ما في اخبار في الدنيا، الدنيا هاديه، يلا خلي اسمي على كل لسان. وفعليا خلت اسمها على كل لسان، وهذه الصحيفه انها معروف يعني عنها انها بتحب تنشر التسريبات والوثائق السريه ومش اول مره، فقالت يلا ننشر وخلي اسمنا على كل لسان. وهذا اللي حصل. بيريز انتقد كازياس، انتقد راؤول، انتقد مورينيو، انتقد رونالدو. وفعليا لو تيجي تفكر التصريحات واضحه انه بيريز اثرت عليه فعلا بقراراته، يعني مش جديده، يعني ما بيخفى على حدا انه بيريز ما كان يحب راؤول، ما كان يحب كازياس، والاثنين حاول يطلعهم باي شكل ممكن ونجح في ذلك. مع رونالدو دائما كان في صراع الايجو بين الاثنين، صراع الانا، مين الاقوى انا ولا انت يا رونالدو. ومع مورينيو ايضا نفس المشكله، ترك الاعلام ياكلوا اكل في الموسم الثالث. جميعنا بنعرف انه بيريز مسيطر على الاعلام كويس، بيريز بيعرف يسيطر على الاعلام كويس، شوفوا رده فعل الاعلام المدريدي بقضيه دوري السوبر الاوروبي، تفهموا جيدا انه هو اللي بيقدر يحرك وهو اللي بيقدر يهدي الاعلام. وفي ناس بتدافع عن قصة انه الاتحاد الاوروبي بيستهدف، وطبعا خلينا اوضح قصة الاتحاد الاوروبي، يعني الاتحاد الاوروبي ما راح يجيب تسريبات من 2006 الان يسلمها، لا هو عارف، لانه حتى باعتراف ريال مدريد الجميع بيعرف انه تسجيلات موجودة من زمان، انه ببساطة ممكن الاتحاد الاوروبي دفع الزلمة قال له روح بيع باي سعر، بس الاتحاد الاوروبي ما راح يجي بشكل رسمي، يعني مش هيجي يتفاوض معاه الاتحاد الاوروبي لواحد معاه تسريبات، لا بودي لهم واحد مقرب، هيك النظرية الان اللي منتشرة. لكن الاتحاد الاوروبي هو بالموقف القوة وليس فلورنتينو بيريز. مش الاتحاد الاوروبي اللي اجى بيعمل بطوله فشلت بعد يوم من تصريحه الاذاعي انه البطوله قائمه 100%، ثاني يوم كلهم انسحبوا. بيريز اللي موقف ضعف، بيريز اللي عنده ديون، بيريز اللي عنده مشاكله، بيريز اللي هو فعليا فشل الدوري السوبر الاوروبي تبعه والوحيد المؤمن انه حيصير هو الان فقط، والجميع بيعرف ما حيصير دوري سوبر اوروبي الا موافقه الاتحاد الاوروبي لكره القدم بالنهايه وليس خضوعه. فانه الاتحاد الاوروبي مش محتاج يسرب، اذا احتاج الاتحاد الاوروبي مش محتاج يسرب ولا بس محتاج يكسره، يعني في ناس بيقول لك لا اوكي عواد تحكي لنا هيك، بس لا الاتحاد الاوروبي حابب يكسر بيريز عشان يأدب الجميع فيه انه هذا اكبر واحد وعملنا فيه هيك. فممكن البعض عنده هذه نظريه المؤامره، هي نظريه مؤامره حرفيا، ممكن البعض بيشوفها مجرد صحيفه حابه تنشهر، ممكن البعض بيشوفها والله ممكن اطراف كتالونيه لقتها فرصه تعمل بلبله داخل ريال مدريد، ممكن كل هذا ممكن. في حلقتنا اليوم وبنقاش كروي لانها بالاساس مش انا احكي، انتوا تحكوا لي رايكم بالتعليقات، برايكم شو اللي صار مع فلورنتينو بيريز.